رونالدو كابتن فريق النصر العالمي يقود الفريق الاصفر في المباراه. بينما من جانب الهلال كالعادة الصفراء والزرقاء في ديربي لا يحتمل الانتظار. معدل مان سنمر الى استعراض تشكيلتي الفريقين. البدايه لنادي الهلال بينما من الجانب النصراوي المدربين البرتغاليين جيزوس للهلال ولويس كاسترو لفريق النصر. اذا لحظات تاريخيه في مدينه الطائف. رونالدو والسلام الدوسري رضوان جيد امامنا. 44 عام نال الشارة الدولية منذ عام 2009 ليصبح اصغر حكم دولي مغربي انذاك. أدار عديد الدربيات البيضاوية ومباريات الأدوار النهائية لكأس العرش. حضر في نهائيات كأس أفريقيا للأمم 2017-2019. رضوان جيد كان أدار مواجهة النصر مع الزمالك. سيكو فوفانا، عبد الله خايبري، مارتشينو بروزوفيتش في وسط الميدان، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو. الزعيم الهلالي رونالدو في خط الهجوم اكبر. كرة ترجع لكريستيانو رونالدو ليتر علي البني وكريستيانو رونالدو. بداية حرب كبيرة في وسط الميدان وهذا رونالدو يعود عليه سعود عبد الحميد. لا مجال للنوم، لا مجال للسهو في هذه النوعية. ترجع لبرازوفيتش كرة خطيرة رونالدو بالراس لكن خارج الإطار. كان في موقف متسلل رونالدو في ظهر ياسر الشهراني. ترجع الكرة بمخالفة كان على الحكم رضوان جيد أن يترك مجال. الآن هجمة نصراوية رونالدو على اليسار بجانب ساديو ماني يلعب مع السنغالي اللي وزع من بداية المباراة. بدايته كانت صعبة لكن الآن أفضل. مخالفة ضد كوليبالي لصالح كريستيانو رونالدو. جينو بروزوفيتش بحضور رونالدو. سنصرف محمد العويس. هل يفعلها رونالدو؟ هل يفعلها البومبر؟ هل يأتي بها الأسطورة؟ رونالدو الجدار يصد ويرد. سيكو فوفانا يوزع رونالدو بالرأس. 2022 هجومية رونالدو كريستيانو التسويق من تاليسكا. اي 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 الحارس محمد العويس. سيكو فوفانا لرونالدو. رونالدو يرجع للوراء. رونالدو يعطي والمخالفة. خالدو كوليبالي بالورقة. انذار السنغالي خالدو كوليبالي نجم الدفاع لفريق نابولي سابقا وتشيلسي. اليوم خايبري سيكو فوفانا. غريبة رونالدو وحده كان في القائم الثاني والعويص على الخط النهائي ولو العزيز عبد العزيز البك.
لتشكيلة الفريقين. بالنسبة لفريق النصر هذه كرة على اليمين رونالدو، الاعتراف من علي البلي اللي عنده انذار، علي البلي عنده براسيدو انذار، رونالدو لا يساره، يتقدم كريستيانو، كريستيانو امام كل الدفاع، تاليسكا او رونالدو قوية من كريستيانو رونالدو، والإصابة مرة أخرى تتال الحارس العويس. بالرأس في انتظار لحظات أفضل لفريق النصر، مخالفة رونالدو، كوليبالي كرة رونالدو، جول 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 رونالدو، كريستيانو يعود بالنصر، أو النصر بالأسطورة يا حاكم حكام الكرة، هو رونالدو يعود للنتيجة لفريق النصر. عالمي يا نصر، عالمي النصر يعود لتاريخ النصر بهدف رونالدو، هدف الهدفين هو رونالدو، قناص كل القناصين رونالدو، والكرة في الشباك، واحد واحد بين العملاقين، يا رونالدو نار. جيسوس مدرب الهلال ورونالدو والحكاوي، هنالك ضربة جزاء، وفي الإعادة إفادة، شوف الروح القتالية لرونالدو في حواره مع محمد كانو، تربي العالمي، حرب النجوم، حرب النجوم لا تأتي كل يوم، معنويا الآن رونالدو، هنالك رأي، هنالك رأي، أي مجهودات خرافية لنجم الكرة البرتغالية رونالدو، لا يهدأ له بال، هذه هي قيمة وهمة الرجال، ليس أسطورة من فراغ، ساديو ماني تسلل موجود، في كرة رونالدو، هذه كرة لرونالدو يطلبها في المساحة الفارغة، رونالدو هذه المرة، رونالدو غير متسلل، رونالدو طابع 10 لاعبين، هذا رونالدو ومحمد العويس، فريق الهلال عبد الله الحمدان مهاجم ثاني بتشكيلة الهلال، القرعة ما بين رونالدو وسالم الدوسري، نذكر بالنتيجة 1-1
بادر بالتسجيل، كرة خطيرة، كنون جول علي البنين، علي البنين يخرج كرة بالشباك بطريقة عالمية أمام رونالدو، نار ضايع سيكو كاسترو لرونالدو للمحافظة النتيجة، لأنه لويس كاسترو بنك الاحتياط لفريق النصر في هذه اللحظات. فرحة رونالدو كأنه عمره 10 سنين، كأنه لم يحتم الأرقام في هذا الملعب. تعيش أجواء هذه المباراة النهائية، الأسطورة أمامكم يا سادة، هداف كالعادة، ليلى في مدينة الطائف، ديربي الرياض في مدينة الطائف بأشواقه، بنيرانه، بنجومه، أولهم مرعبهم كريستيانو رونالدو. فاموس فاموس، استماتة دفاعية نصراوية، والمخالفة ضد رونالدو. رونالدو وكأنه ابن العشرين، ومساء اللي البارح كان في عمره 20. رونالدو بيلعب 5 مرات كأس العالم، أكبر هدف في تاريخ الويفا تشامبيونز ليج، 140 هدف، 6 مرات بطل الهدافين في دوري أبطال أوروبا، أكبر هدف في تاريخ ريال مدريد ب 450 هدف، كاتب التاريخ رونالدو، حاضر بقوة في هذه البطولة العربية. يغادر رونالدو، حسرة رونالدو، علي الحسن في مكانه، أمامكم يا سادة صافرة المغربي رضوان جاد، مليون مبروك لعشاق الفن لجمهور الهلال، هدفين بهدف رونالدو يكتب التاريخ. في انتظار مراسم التتويج نعود بكم من جديد مشاهدينا الكرام الى الاستوديو.
يلتجوا إلى الشجعان. اليوم النصر أكمل ربع الشوط الأول والأشواط الإضافية بنقص عددي، هذا النقص ولد قوة كبيرة انطلق معها قطار النصر، قطار البطولات الإيطالي. الآن يتقدم رونالدو، كريستيانو، أكبر هدف، الحذاء الذهبي. يستحق طبعا الدعم رونالدو. لاكيدي وطبعا كريستيانو رونالدو بالعلامة والابتسامة. أسول لكم يا رونالدو وكاسترو. يتقدم كابتن الفريق ومدرب الفريق ليرفع معا هذه الكأس الكبيرة الغالية، كأس العرب للأندية الأبطال، كأس الملك سلمان. إذن اللحظات التاريخية سيصرخ وراءها كل نصراوي فرحة وابتهاجا بأولى الصور التذكارية لتتويجات النصر العالمي. لويس كاسترو وكريستيانو رونالدو. والدورة الشرفية للفرقة النصراوية. كريستيانو رونالدو يدخل بالكأس إلى منصة التتويج. سيفرح الجميع، ستنطلق الآهات والأفراح. هذا هو النصر على سطح الكرة العربية لأول